أي صحيح، اليوم صار معي شيء مرة غريب. شفت عهود في المستشفى وكانت نايمة على كراسي الانتظار. خير إن شاء الله، عسى ما شر، إن شاء الله ما فيها شيء. لا لا الحمد لله ما فيها شيء، بس جت مع مريض جابوه بالإسعاف. ومن هذا المريض؟ نعرفه حنا؟ صراحة عجبتني البنت، طلعت كفو. فعلا المواقف اللي زي كذا تبين معدن الواحد. ايوه، ومنو هالمريض اللي سعفته؟ موظف عندكم في الشركة، انفجرت عليه الزايدة في الليل، ولو ما كانت تصرفت بسرعة وأسعفتها كان راح فيها. وما عرفت اسم هالمريض؟ دقيقة، وش كان اسمه يا ربي؟ اي ذكرت، إبراهيم، محامي الشركة. انت دكتورة ولا وكالة انباء؟ ما عرفتي تمسكين خبر عهودي لما نوصل غرفة تعلميني اياه؟ انا تكلمت عادي، والمفروض يعني خبر زي هذا ما يزعج احد. لا يزعج، يزعج ونص، وانت عارفة كذا، وعارفة ان طلال كان يبي يتزوج عهود. وهي ما تبي، ورفضتها خلاص، ليش مسوي مشكلة؟ وش دراك انه ما يبيها؟ وش دراك انه شالها من راسه خلاص؟ ولا تبي تسمعين الخبر؟ انت وش اللي براسك؟ وش تبي توصلي له بالضبط؟ انا ما في شيء براسي، شفت بنت خالكم في المستشفى وجيت حكيت الموضوع، ليش مكبر السالفه؟ ممكن افهم وين المشكله بالضبط؟ تبي تعرفين وين المشكله؟ المشكله فيك انت، حلك الوحيد مثل ما المحامي ابراهيم استأصل الزايده وارتاح، ابيك تستأصلين عهود من راسك وتبي ترتاحين. زيد انا شايله عهود من راسي، المهم غيري يشيلها. وبعدين ترى انا مو قاعده ادور وراها، هي اللي جت لين عندي في المستشفى ومسويه فيها القلب الحنون. وعلى فكره ترى قالت لي ما اجيب سيره لاحد، ويعني أنا أشوف اللي يسوي شيء ويخاف منه معناها يسوي شيء غلط، إلا إذا أنت عندك تفسير ثاني. طلال حبيبي، أنت ليكون صدقت؟ وليش ما صدق يمه؟ السالفة واضحة أوضح من عين الشمس. واضحة من وجهة نظر مشاعل، والكل عارف إن مشاعل ما تحب عهود. والكل عارف إن عهود ما تحبني. واضح إن قلبه رايح لواحد ثاني. طلال حبيبي، أنت مو أي شيء تسمع وتقوم تصدقه وتألف من راسك. ألف من راسي يمه؟ أنا اللي صرت ألف؟ وش تبين أكثر من أنها رفضتني بنفسها؟ قالتها بعظمة لسانها يمه قدام عيني. يا ليتك والله جاي تواسيني أحسن الكلام اللي قاعد تقولينه. ألا تدرين؟ تعودت خلاص. كل شيء صار واضح يمه. أنا إنسان ما لي حظ في الحب أبد. وللأسف هذا هو الصدق.